بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة الدرس 20 من سلسلة تعليم 3D Max 2019. للاطلاع على الدروس اللي قبل كده بيدوسوا على اسم القناة من أسفل الفيديو وبيدخلكوا على القناة وفيها جميع الدروس والبرامج اللي أنا شرحتها قبل كده. الدرس النهاردة مهم جدا، درس عن الكتابة في البرنامج، ازاي أنا أكتب تكست في البرنامج وأعمل تعديلات على التكست اللي أنا كتبتها. قبل ما نبتدي الدرس ياريت ما تنسوش سبسكرايب من أسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير عشان ده بيدعمني في القناة. نبتدي مع بعض الدرس. أول حاجة لازم نعرفها إن أنا عندي التكست ممكن أجيبه عن طريق الشيب، في عندي هنا تكست، وعن طريق الجيومتري اللي هو تكست بلس اللي هو موجود هنا تكست بلس. يبقى أنا عندي طريقتين ممكن إن أنا أكتب بيهم. طيب أول حاجة هنشوفها الشيب، هندوس على التكست هيظهر لي البارامترز بتاعتها كويس، وهيظهر لي هنا في حاجه اسمها تكست وهو كاتب لي ماكس تكست. ممكن ان انا اكتب اي حاجه انا عايزاها، بدوس عليها دبل كليك على الكلمه اللي انا عايزاها او بسحب كده بتبقى باللون الازرق وبكتب هنا اللي انا عايزاه، بشيل دي بقول له ديليت من الكيبورد وبكتب مثلا جرافيك ديزاينر بالشكل ده كده كويس، وباجي في اي مكان عندي هنا وبدوس عليه كتب لي زي ما احنا شايفين جرافيك ديزاينر اهي. هاجي عند البارامتر هنا السايز، ممكن ان انا اغيره اصغر بالشكل ده اهو، وممكن ان انا اعمل لها موف. ادي عندي الكتاب، برجع تاني لموديفاي للتكست. هنا عندي مديني الفونت في البارامتر اغيره زي ما انا عايزة، لازم اكون طبعا عاملة سيلكت على الكتابة عندي. ممكن اخلي الحروف ميلة زي ما احنا شايفين كده، ممكن اخلي تحتها خط. هنا السايز انا غيرت في السايز، انا هعمل للكتابه دي روتيت عشان تبقى واضحه معايا. هاجي هنا روتيت وباليمين الماوس عشان احدد على طول الزاويه، فانا هعمل الاكس على 90 زي ما احنا شايفين اهي، عمل لي الاكس على 90. هنيجي عند كيرنينج هنا و هنكبر كده، ودي معناها ان انا بقلل او بوسع ما بين الحروف، بضيق ووسع ما بين الحروف عن طريق الكيرنينج الموجودة هنا. ليدنج هنا بزود ونقص فيها، بس هي هنا مش هتبان لي في الكتابة اللي انا عاملاها دلوقتي كويس. هنيجي بعد كده نطلع هنا وهنتكلم عن الريندرينج اللي هو اهم حاجة عندي هنا. هو بيقول لي ريندرينج عايزاه يبان في الريندر بس ولا في الفيو بورت بس ولا في الاثنين، فانا هقول له في الاثنين كويس. اداني هنا السمك، السمك ده جابه منين؟ عندي هنا حاجه اسمها ثيكنس، السمك هنا زي ما احنا شايفين ممكن نزوده اهو عن طريق الثيكنس زاد، او ان انا انقصه اهو زي ما احنا شايفين كده. اما بحرك الاسهم دي، السهم اللي فوق بكبر والسهم اللي تحت بقلل، لكن ممكن ان انا بدوس دبل كليك واكتب الرقم اللي انا عارفاه على طول بحطه هنا. ممكن ان انا ازود في السايد، لو انا عملته هنا واير فريم هيبان لي اكتر، هو عاملها لي 3 اقل حاجه، ممكن ان انا مثلا اخليها 10 زي ما احنا شايفين السايد اللي عندي بتتغير. لو احنا شفنا هنا اهو، لو زودناها تاني بتزيد معانا، هنرجعها 3 تاني بالشكل ده كده. وممكن ان انا اغير في الانجل، اعملها مثلا 45
زي ما احنا شايفين اتحركت معانا، لو عملتها 180 بتتحرك معايا. نرجع تاني الشيدنج اهو 45، زي ما احنا شايفين الزاوية بتاعت الكتابة بتتغير. طيب في عندي شكل الكتابة اما بيكون راديال او ريكتانجلر. لو عملناها ريكتانجلر طبعا زي ما انتوا عايزين بندوس عليها شايفين الشكل اتغير خالص، فانا ممكن اقلل من اللينس او اكبر فيه اهو الطول بتاعها. الويتس ويتس زي الارتفاع، فطبعا بيعمل لي تشويه شويه للكتابه، وبرده الانجل والاسبكت بتاعها. هرجع تاني للراديان، طبعا ده لو حد عايز يشتغل بالشكل ده. هنرجع للراديان، لو زودنا ونقصنا في الاوتو سموث هنا زي ما احنا شايفين بيتغير لي شكل الكتابه بالشكل ده، لو نقصنا بيتغير الشكل. كويس، هنيجي نرجع للراديال تاني، شكل الكتابه اللي هي راديال. وهاجي هنا اتكلم عن اليوز فيو بورد سيتنجز، لو انا عملت عليها صح شكل الكتابه بيتغير بالشكل ده، لو شلت صح من عليها بيرجع لي تاني اهو. نيجي نعمل ريندر، ادي الكتابة عندي اللي انا كتبتها. هنيجي نشرح الطريقة التانية في التكست اللي هي الجيومتري. الجيومتري اللي هو تكست بلس، بندوس على تكست بلس بيتفتح لي البارامترز بتاعتها، وعندي نفس الطريقة انا بكتب اللي انا عايزاه هنا. فهكتب مثلا أمل ديزاينر، وممكن إن أنا أخلي الكتابة اللي عندي هنا دي أعملها بولد، أو أميل الخطوط، أو أحط خط تحت الكتابة. بعد ما بكتب الكتابة بروح عند أي جزء هنا وبدوس عليها بيظهر لي الكتابة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن انا ارجع تاني اشيل الخط اللي تحتها، وهاجي اعمل لها روتيت عشان اشوفها زي ما عملت المرة اللي فاتت. بدوس باليمين على روتيت وهعمل على الاكس 90، فظهرت لي بالشكل ده. عندي الكتابة اللي اوت بتاعتها بتبقى التايب بتاعتها على شكل بوينت او على شكل ريجن. الريجن ان انا ما بخرجش عن الخط البرتقاني اللي هو عامله لي هنا، او الحدود اللي هي محددها لي هنا للكتاب. زي ما احنا شايفين في مستطيل عندي بالشكل ده، لو قربنا ادي الخط ده اللي هو ظاهره لي، انا ما بخرجش عن الحدود دي عن طريق اللينس والويس اللي موجودين عندي. يعني انا دلوقتي لو زودت اللينس بيزيد معايا كده، كويس. ممكن ان انا اغير في ارتفاع الكتابة بالشكل ده. طيب انا هنا لو قللت الويتس شايفين الكلمة التانية خرجت عن المربع الموجود، لو انا زودت بترجع لي الكلمة. طب ده بيبان ازاي؟ هنيجي هنا عندي تحت هنا في جلوبال بارامترز عندي السايز، لو انا زودت في السايز زي ما احنا شايفين اختفت الديزاينر انها خرجت عن المستطيل الموجود ده. طيب عندي الفيرتيكال سكيل، لو انا زودت الارتفاع بيرتفع معايا. طيب راح لما انا ايه خرجت عن المستطيل ده، رجالي هنا تاني اهو اقدر ان انا اغير فيه. نفس الكلام الاتش سكيل لما بزود بتختفي، بنقص اهي بتظهر لي تاني الكلمة، وممكن ان انا اغير في السكيل بتاعها. يبقى ده الفايدة بالنسبة للريجن، يبقى في دي هنا عندي حدود ما بخرجش عنها. طيب عندي البوينت، لو عملناها اهي وجينا في الفيرتيكال
سكيل، بكبر زي ما انا عايزه الفيرتيكال سكيل او الاتش سكيل اللي هي هوريزونتال سكيل، ممكن ان انا بغير فيها زي ما انا عايزه، وممكن ان انا اغير في السايز. يبقى دي معلومه ايه احنا عرفناها. عندي هنا الالاين، انا بخلي الخطوط اللي عندي في الجهه دي اليمين او في النص، يعني بختار وضع الكتابه فين. لو عايزه اظهر حدود الكتابه بس، عندي في هنا حاجه اسمها جنريت جيومتري، بشيل الصح من عليها فبيبين لي الحدود بتاعه الكتابه كويس. عايزه اعمل اكسترود للكتابه، عندي هنا في اكسترود في جيومتري، بزود اهو بيزيد معايا زي ما احنا شايفين كده، وعندي اكسترود سيجمنت، وهنا مش هتبان عشان هي ديفولت شيدنج. لو انا شلت من عليها عملتها واير فريم، وجينا نجرب اكسترود سيجمنت، بتظهر لي اهي زي ما احنا شايفين بتزيد السيجمنت بتاعت الكتابة. بعد كده عندي البيفلينج، هنشوفها مع بعض. لو انا عملت عليها صح هنشوف بيعمل لنا بيفلينج ازاي. عندي هنا في اشكال ليها، بنختار اي شكل احنا عايزينه، شايفين الكيرف اللي اتعمل هنا اهو، دي اشكال البيفلينج. لو عملتها لكم شيدنج ادي بتظهر لي اهي، يعني عندي اشكال كتيره او كذا شكل للبيفلينج ممكن ان انا استعملها من هنا. بغير في الدرس بتاعها اهو، شايفين الويتس لو انا عايز اغير فيه بعمل عليه صح برضو اهو، بكبر في الويتس بتاع البيفلينج. الاوت لاين، الستيبس، المهم ان دي حاجات خاصه بيها مع التجربه. اهو شكل الكتابه بقى بالشكل ده، ممكن ان احنا نجرب الحاجات اللي احنا موجوده هنا في البارامتر، وهنعرف ازاي ان احنا نكتب. احنا بكده تعرفنا النهارده على طريقه الكتابه في 3 دي ماكس. ان شاء الله هنكمل مع بعض دروس في الكتابه. وبكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه لايك وشير وسبسكرايب اللي مش مشترك في القناه، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد على الايميل بتاعكم. تزوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.